نبدأ بالأهلي ومباراته امبارح مع وفاق سطيف مش زي مباراة الذهاب. هل الأهلي كان بيريح نفسه للنهائي ولا ايه اللي حصل في المباراه؟ بص، طبيعي انت الماتش الذهاب كسبان 4-0، فبالتالي انه لازم يبقى مجهودك يعني وتركيزك بدنيا وذهنيا يبقى اقل من مباراه الذهاب، مع طبعا ازمه مباراه النهائي وهتتلعب في المغرب. لا، الاهلي بيطلع بيانات، فكل ده بيؤثر على اللاعبين. يعني حتى رغم بيان النادي الاهلي بابتعاد اللاعبين والجهاز الفني عن الاحداث دي، ولكن منطقيا ما تقدرش تبعد اللاعبين عن هذه الاحداث بمتابعه السوشيال ميديا والفضائيات، فطبيعي بيشوف. حتى انه بيتسو موسيماني المدير الفني شارك في الهاشتاجات اللي اتعملت من جمهور النادي الاهلي، فبالتالي انه فريق النادي الاهلي ليس بعيدا عما يحدث من احداث. ده كان شاغل بشكل كبير لعيب النادي الاهلي، لانه يهمهم انه يتوجوا بدوري الابطال للمره الثالثه على التوالي. فبالتالي مع النتيجه الكبيره كمان في القاهره 4-0 بتخفف من الضغوط على لعيب النادي الاهلي، مع الهدف المبكر. بتكلم في هدف في اول دقيقتين، احنا كنا داخلين برضو كانت دخله قويه بالظبط. فكل ده بيريح لعيبه النادي الاهلي، انك انت مش مضغوط. يعني بعد هدف احمد عبد القادر وفاق صيف كان مطالب انه يسجل 6 اهداف، فبالتالي ان الوضع كان صعب جدا، كان لازم لعيبه تريح نفسها. وشفنا يعني مع استمرار المباراه اكتر من اصابه للاعيبه النادي الاهلي، واضطر موسيماني انه يجري بعض التبديلات، فده كان امر طبيعي. انت حاسب القصه من مباراه الذهاب، كان لازم يبقى الاداء بالشكل ده في مباراه الاياب، خصوصا انه مع توالي المباريات مباراه دوري ومباراه افريقيا، فبالتالي انه في ضغط كبير على لاعيبه النادي الاهلي يعني. طب خلينا نتكلم عن تحليل اداء اللعيبه. لو احنا بنتكلم عن رجل المباراه امبارح، ناس تقول بيرسي تاو، ناس تقول شريف، ناس تقول محمد طاهر. لا بص، ممكن ندي بيرسي تاو، لانه بيرسي تاو كان فيه هجوم كبير جدا على بيرسي تاو الفتره الاخيره من جمهور النادي الاهلي، لانه مع يعني قدوم بيرسي تاو الى النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كان منتظر يعني حاجه ضخمه، ولكن ما ظهرش بالمستوى اللي كل الجمهور يعني كان بيعهده على بيرسي تاو. خد اول فتره مع النادي الاهلي كان متالق، ولكن ليس على المستوى المامول. خد فتره الاداء بتاعه نزل خالص، سواء فنيا او بدنيا او حتى على تسجيل الاهداف وصناعه الفرص، لانه حتى انه في بعض سجل الاوقات هدفين وصنع 4 اهداف مؤخرا، يعني بدا يستعيد عافيته مؤخرا. ولكن انه خدنا فتره انه جماهير النادي الاهلي ذات نفسها كانت تلوم موسيماني على استمرار بيرستاو طوال ال 90 دقيقه، وكان بعض التعليقات على انه استبعاد بيرستاو من تشكيل الاساسي للنادي الاهلي او سحب بيرستاو من الملعب نظرا لسوء مستواه. ولكن مؤخرا بيرستاو فايق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، سواء في الدوري او في ماتشين افريقيا، خصوصا مع وفاق سطيف، فبالتالي انه بيرستاو هو يعني يستحق بعد كل الهجوم ده انه يبقى هو رجل المباراتين سواء الذهاب او العوده يعني. لكن عنده مشكله برضه في الاحتفاظ بالكره شويه، يعني خلينا نقول ان هو عنده قدره على التحرك بدون كرة جميلة جدا، لمساته كويسة، لكن في بعض أو في كتير من الالتحامات بتكون الكرة في صالح الخصم في النهاية. بس خلينا يعني متفقين إن لعيب الكرة الحريف طول الوقت هو ده أداؤه، يعني حتى إنه أحمد عبد القادر رغم إنه مستواه كبير مع النادي الأهلي وظهر بشكل مميز، ولكن هناك بعض الانتقادات لأحمد عبد القادر إنه بيحتفظ بالكرة كتير. صحيح. آخر حاجة بيفكر فيها إنه الباص مع زمايله، يعني تفكيره الأول إن هو المراوغة ويرقص كويس وبتاع بشكل جمالي. بالظبط، فهي دي طبيعة اللاعب الحريف طول الوقت، إنه خلاص هو حريف، فبالتالي إنه شايف إنه إفادة الفريق إنه يرقص أكتر من حد ويعمل الأداء الجمالي ده في الملعب. طب شريف الحريف بقى، إحنا بنتكلم عن الحريف بيرسي تاو نفس القصة، هو لاعب حريف جدا، واللاعب الحريف بيخاف على نفسه بشكل كبير، فبالتالي انه مع الالتحامات هو ما بيشتركش في اي التحام. انت يعني لو شفته من اول ما بدا مع النادي الاهلي حتى الان، ما فيش في مره بيرسي تاو التحم في اي كوره مع الخصوم. هو يعني اداؤه خفيف جدا، فبالتالي انه بيبعد نفسه عن اي التحامات لعدم تعرضه لاي اصابات يعني. طيب الناس بتتكلم عن محمد شريف وانه بيدخل مش كل الوقت، ومشاكل محمد شريف مع بيتسو موسيماني، وحقيقه الكلام ده هو مش مشاكل، ولكن انه في لعيب الكوره لازم بيجي له فترات انه ما يبقاش على في مستواه. ولكن محمد شريف يعني من الفتره الاخيره مع كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر وهو في غير مستواه، يعني استبعاد محمد شريف من بطوله افريقيا، وكنا بنشوف له بعض اللحظات، ثم انه في الماتشين الفاصلتين مع السنغال محمد شريف مش موجود وهو هداف النادي الاهلي، فبالتالي انه المهاجم الصريح اللي كان موجود في مصر كل الناس كانت بتقول محمد شريف، فوجئنا ان محمد شريف مش موجود في حسابات كيروش، فبالتالي نفسيا اثر على محمد شريف، اثر عليه كمان مع النادي الاهلي. بدا محمد شريف ما بيسجلش اهداف مع النادي الاهلي، بدا يبقى فيه انتقادات من جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي طول الوقت هو بيحب محمد شريف ويحب قفشه ويحب بيرسي تاو، ولكن اللي يهمه انه طول الماتشات انت بتسجل وبتهدف، فبالتالي لما تقع ماتش او اتنين
ده طول الوقت يعني خليه على الدكه لحد ما يستعيد عافيته. صحيح. ده اللي حصل مع محمد شريف، وبالتالي انه موسيماني بدا يديه بعض الوقت كبديل مش كاساسي عشان خاطر يحميه من كتر الضغوط اللي على محمد شريف. ولكن محمد شريف بيثبت كل يوم عن الاخر ان هو مهاجم هداف، يعني بيستغل انصاف الفرص زي ما بيقولوا، وبيقدر ينزل يسجل وبيستعيد عافيته. يعني مش زي ما الناس احيانا بتقول ان موسيماني بيحب ويكره وانه ما بيحبش محمد شريف. لا مش بيحبش محمد شريف، هو من ساعه ما موسيماني جه هو محمد شريف بيلعب اساسي مع موسيماني. هو يعني لو الكلام ده اتقال مثلا على حسام حسن انه لا يشارك مع النادي الاهلي مع موسيماني، ولكن وينزل اخر اربع دقائق. بالظبط، طبيعه المدرب هو ليه رجالته زي ما بيقولوا يعني. فحته الحب والكره مش موجوده، ولكن انا كمدرب بلعب محمد شريف وبيكسبني، فبالتالي انا مش هبص مين معايا على الدكه. سواء انت كجمهور مقتنع بحسام حسن او مش مقتنع، اللي هيساعدني انا اكسب هو الطبيعي انه عايز يكسب طول الوقت، سواء في الدوري المحلي او في دوري ابطال افريقيا. مفيش مدرب عايز يخسر. فبالتالي هو شايف مصلحته مع محمد شريف، هو راجله من ساعه ما جه بيلعب بشكل اساسي معاه، هداف النادي الاهلي سواء في الدوري المحلي او في دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي. والموسم ده ينافس على لقب هداف الدوري، فبالتالي ان هو الورقه الرابحه معاك. النادي الاهلي عمل تدعيمات طول الوقت في حسام حسن كبديل، الناس منتظره انه شريف لما مستواه يتراجع يلاقوا حسام حسن في مكان محمد شريف في المباراه، ولكن المدير الفني بيبقى طول الوقت عنده قناعات ثانيه وعنده اقتراحات ثانيه وعنده تشكيله وعنده طريقته. شفنا الفتره اللي فاتت حتى لما كان بيبقى مش موجود محمد شريف كان بيلعب بيرستا هو المهاجم الوهمي للنادي الاهلي، وما كانش في فرصه لحسام حسن، فبالتالي حسام حسن استعجل لعب كوره هو طول الوقت عايز يلعب، ولكن صحيح. كان شايف نفسه نجم في سموحه وبيهدف في النادي الاهلي او في الزمالك، وكان في صراع من الاهلي والزمالك على حسام حسن، اختار النادي الاهلي، فبالتالي انه شايف نفسه انه هيجي يلعب اساسي في النادي الاهلي. اصطدم بامر واقع انه محمد شريف في قمه تالقه بعد كده فتره تذبذب مستوى لمحمد شريف، هو برده مش بيلعب حسام حسن، بينزل اخر دقيقتين اخر ثلاث دقائق ما بيشاركش بشكل كبير، حتى لما يبقى فيش مهاجم محمد شريف مش موجود الطبيعي منطقيا نزل حسام حسن. فالمدرب بيلعب بيرستا وهو كمهاجم، بيلعب بطاهر محمد طاهر مهاجم شفناه بعض الاوقات، فبالتالي انه حسام حسن استعجل بشكل كبير، عمل بعض الحاجات اللي ما بتحصلش مع في النادي الاهلي، انه مثلا يسيب الماتش ويمشي، انه يرمي التيشيرت بتاعه. ده كله بيعلق مع المدرب، انت طول ما انت بتعند معايا فانا هقعد مش هلعبك يعني. وده اللي حصل، انه حتى موسيماني بعد المؤتمرات الصحفيه كل ما بيتسال على حسام حسن بيتهرب من السؤال، يعني بيخش في منطقه ثانيه خلاص، يعني بيقولوا زي ما بيقولوا بلغتنا يعني هو حاطه في دماغه خلاص. انت يعني نتيجه تصرفاته بعض الشيء بالظبط تصرفاتك في بعض المباريات، فما اعتقدش ان حسام حسن يكمل مع موسيماني في القصه. طب نكمل في موضوع اداء اللعيبه ده، نتكلم ايمن اشرف شناوي. بص الشناوي يعني الجونين من اللي جم امبارح من وفاق الصيف في لوم كبير جدا على محمد الشناوي، خصوصا في الجون الثاني بتاع وفاء الصيف، ان الكره متشاطه من مسافه بعيده جدا، ولكن ممكن تكون الرؤيه ما كانش شايف بشكل كويس، فبالتالي انه محمد الشناوي ليه كم ماتش انه مش ده مستوى محمد الشناوي. خلينا نتكلم بصراحه ان بعد العوده من بطوله افريقيا وبعد ماتشين السنغال في التصفيات في تراجع كبير في اداء حراس المرمى سواء محمد الشناوي او محمد ابو جبل في نادي الزمالك، يعني خلينا نتكلم بصراحه بالاثنين، فهم الاثنين محتاجين وقفه مع 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 نفسهم. محمد ابو جبل اكتر، وبنشوف هجوم شرس من جمهور نادي الزمالك على محمد ابو جبل، ولكن الشناوي يعني يظل هو محمد الشناوي. الفرق بقى في الاختلافات في دفاعات النادي الاهلي ودفاعات نادي الزمالك. دفاع النادي الاهلي لسه ماسك نفسه، ومحمد بتكلم محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، رامي ربيعه يعني نزل امبارح برده كبديل، فبالتالي انه الدفاع النادي الاهلي شايل كتير عن محمد الشناوي، ولكن مستوى محمد الشناوي الايام اللي فاتت فيه تراجع، وشفنا ده في الماتش بتاع امبارح والجون الثاني بتاع الوفاء، يعني صعب جدا يخش محمد الشناوي، ما كانش حد يتوقع انه جون زي ده يخش بمحمد الشناوي. الجون الاولاني يعني في بعض اللوم على محمد الشناوي، ولكن لا يتحمل المسؤوليه كامله يعني. عظيم. طيب عشان تطمن جماهير النادي الاهلي، المستوى اللي ظهر عليه مع وفاق سطيف لا يعبر اطلاقا عن مستوى النادي الاهلي عشان بس مباراه النهائي. بس ده طبيعي، انا فريق رايح كسبان 4-0، فبالتالي رايح تمرينه يعني. بالظبط، انا يعني وجبت جون في اول دقيقتين، فبالتالي المنافس لازم يسجل 6 جوان في النادي الاهلي، وده مستحيل يحصل. فبالتالي انا بلعب على قد الحدث، وفي النهايه انت خرجت من المباراه، انت ما خرجتش من المباراه خسران، خرجت في المباراه متعادل 2-2، يعني لو الاهلي شد شويه كان كسب وفي الصيف مستريح، فبالتالي انه الدوافع بتاعه المباراه والحوافز ومعنويات اللعيبه وتجهيز اللعيبه كل ده مختلف عن المباراه النهائيه. استعرف جمهور النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده، ما عندوش فكره ان انا كده كده خلاص معدي وكده كده خلاص صعدت، لا هو في الاخر يعني لاعب بصوا على الاداء مش بس على النتائج، يعني احنا بنتكلم على نتائج، فموسيماني بقاله 15 ماتش بلا هزيمه،
وفي نص النهائي لثلاث سنين متواصلين النادي الاهلي لم يخسر مع موسيماني. بتتكلم في السنه دي كسبان وفاء الصيف في الذهاب ومتعادل في العوده، السنه اللي فاتت كسبان الوداد المغربي ذهاب وعوده، الموسم اللي قبله كسبان الترجي. فبالتالي انه ثلاث مواسم على التوالي مباريات صعبه طبعا هذه في نصف النهائي موسيماني لا يخسر مع النادي الاهلي. فبالتالي انه حتى لو في لوم كتير على موسيماني وفي انتقادات لموسيماني، ولكن هو واضح جدا انه المدرب الذي يجيد المباريات الفاصله. يعني طالما ربع نهائي نص نهائي، يعني حتى تلاقي انه بدايه النادي الاهلي في البطوله افريقيا في دور المجموعات كانت بدايه صعبه جدا، والنادي الاهلي يعني يعتبر تاهل كثاني المجموعه بصعوبه وخسر من صن داونز ذهابا وايابا، ولكن مستوى النادي الاهلي تطور مع المراحل الفاصله، وده اللي يجيده موسيماني بشكل كبير جدا، انه بيدرس الفريق المنافس بشكل كبير جدا في المباراه الفاصله، بيعرف يستخدم كل اوراقه في المباراه الفاصله، فده اللي بيدي اريحيه شويه لجمهور النادي الاهلي. الجمهور طول الوقت عايز انه المكسب والاداء في نفس الوقت، ولكن لاعب الكوره من حقه ان هو يعني مش بقول من حقه، ولكن لاعب الكوره بيبقى ليه حساباته برضه، يخاف يتعرض لاي اصابه في مباراه تحرمه من مباراه النهائي، خصوصا انك انت خلاص انت علي معلول كان بيلعب بالطريقه دي امبارح ولا دي تعليمات موسيماني؟ لانه لا مش هو حتى موسيماني قال في المؤتمر الصحفي ان هو كان ليه 48 ساعه تعبان، وان سامو قمصان هو اللي تولى تدريب الفريق والقصص دي كلها، ولكن اللاعب نفسه هو انه بيشعر خلاص انا وصلت لاكتر، انا عايز ايه من المباراتين؟ ان انا اوصل المباراه النهائيه، انا وصلت المباراه النهائيه. فبالتالي ممكن ما اطلعش كل اللي عندي، اخاف تحصل اصابه في اي وقت تحرمني من مباراه نهائيه، انا عايز العب المباراه النهائيه. النادي الاهلي عنده منافسات محليه، يعني هيرجع على مباريات في الدوري المحلي، فبالتالي لسه المنافسات مستمره. بتتكلمي في لسه النادي الاهلي عنده مؤجلات في الدور الاول من الدوري عظيم ما اتلعبتش، فبالتالي لا الضغط كمان يعني التوالي المباريات محليا وافريقيا عامل ضغط كبير على اللاعبين، فبالتالي ان مباراه امبارح مش مقياس خالص لمستوى النادي الاهلي. لو شوف مستوى النادي الاهلي، شوف مباراه الذهاب مع الوفاق تقول ده مستوى النادي الاهلي حقيقي، مباراه النهائي طبعا دي شيء مختلف تماما. طب ازاي هيستعد لها موسيماني وهي مباراه مش هتكون سهله وفي ضغوط زي ما حضرتك ذكرت من شويه، بالاضافه الى ده عايز اعرف استعدادات موسيماني نفسيا، ازاي هيؤهل اللعيبه نفسيا؟ بص ممكن ده يستنى شويه لانه النادي الاهلي لسه عنده مباراه محليه، ثم انه قصه انه برضو الكسره في البيانات. هتكلم برضو عن الاهلي في المباريات المحليه برضو اداؤه مش زي البطوله الافريقيه. طبيعي لانه انت مش هتاخد ال 100% من اللاعبين ومن المدرب في كل الماتشات، ولكن في النهايه انت بتوصل للنتيجه. النتيجه بتاعتك انك انت للموسم الثالث انت بتوصل المباراه النهائيه وتكسب وتبقى ثالث مره على التوالي بتكسب دوري الابطال، فبالتالي حقق لك الهدف اللي انت عايزه. اداء او مش اداء، يعني لو جيت سالت اي حد في مباراه 30 مايو الاداء ولا النتيجه هيقول لك النتيجه ونكسب دوري الابطال للمره الثالثه باذن الله ان شاء الله. في الدوري الموضوع بيختلف لانه الدوري هو النفس الطويل ومباريات كثيره جدا، فبالتالي انه الضغط مع اللاعبين مع حتى التشويش في عقل المدير الفني بيفرق مع في توالي المباريات. حتى تشوف انه في النادي الاهلي فايق جدا في افريقيا ومستواه متراجع في الدوري المصري لانه مشغول اكتر بافريقيا، بيخلص بطوله افريقيا بيرجع ينتظم في بطوله الدوري وبيبقى مركز اكتر في بطوله الدوري لانه لسه المشوار معاك طويل في بطوله الدوري. ولكن هي الايام دي عشان خاطر الازمه بتاعت ملعب النهائي هتتلعب في المغرب ولا هتتنقل من المغرب، اجتماعات مع النادي الاهلي، كلام كتير عن انسحاب النادي الاهلي، حتى كل ده بيؤثر على المدير الفني ويؤثر على لاعيب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وبياخد من تفكير اللاعبين، وحتى انه التركيز في المباراه مش هيتم الا بعد الانتهاء من كل هذه الامور. طب هل هيعرف يفصلهم عن الاحداث دي؟ صعب جدا يفصل القصه دي، لان انت برضو مش هتقدر يعني تقفل عليهم في اوضه تقول لهم ما تسمعوش ايه اللي بيتقال، لان هو منتظر النهارده في اجتماع طارئ لمجلس اداره النادي الاهلي، فالناس بتفكر واللعيبه ذات نفسها، لانه في كلام كتير طالع عن الانسحاب النادي الاهلي اذا اصر الاتحاد الافريقي على موقفه باقامه المباراه في المغرب، فبالتالي اللاعب طول الوقت مشغول بين مجلس الاداره هيعمل ايه؟ هل هينسحب؟ هل هيقدم شكوى للفيفا؟ هل هيروح المحكمه الرياضيه؟ طب المحكمه الرياضيه هترد بتغيير الملعب؟ نلعب في بلد محايده ولا لا؟ الماتش هيتلعب في المغرب؟ كل ده تشويش على ذهن اللاعبين، لانك انت لازم قبل ماتش النهائي بفتره كبيره تصفي ذهن اللاعبين فنيا وبدنيا، واللاعب يبقى جاهز تماما للمباراه، خصوصا انك انت اذا استقر حتى الوضع على لعب المباراه في المغرب، النادي الاهلي لعب الرجاء وتخطى الرجاء في المغرب في نفس مركب محمد الخامس، وكان عدد كبير جدا من الجماهير. احنا حتى شفنا قبل المباراه بعض المناوشات من الجماهير مع لاعبي النادي الاهلي، او ما هو ده المهم، مساله الروح الرياضيه والاخلاق الرياضيه الحقيقه كانت ظاهره امبارح في جمهور الجزائر بنسبه كبيره، جمهور وفاق الصيف الجزائري كانت الروح الرياضيه وتقبل الهزيمه موجود، وده المهم احنا بنتكلم على مباراة بالشكل ده. بس خلينا نقول ان جمهور المغرب برضو يعني جمهور محترم جدا،
والنادي الاهلي يعني على مدار تاريخه لعب كتير جدا في المغرب، احنا لسه اخرها حتى في ربع النهائي النادي الاهلي كان بيلعب الرجاء في المغرب وقدر ان هو يتخطى الرجاء وما شفناش مشكله واحده حصلت للاعيبه النادي الاهلي في عظيم المغرب. ان شاء الله المره دي شفنا مناوشات قبل المباراه وده امر طبيعي لانه ساعه الاستاد عدد معين في عدد كبير عايز يخش، فبالتالي ان في بعض المناوشات، ولكن النادي الاهلي تاهل على حساب الرجاء من المغرب، ما شفناش اي حاجه حصلت للاعيبه النادي الاهلي، فبالتالي انه الانطباع الجماهيري ان انا بدافع عن فرقتي، ولكن مع كامل احترامنا للمنافس، يعني انا اللي يهمني فريقي ما يهمنيش المنافس يكسب او يخسر في اطار برضو الروح الرياضيه، لا يعني فيش اي اذيه للمنافس، فبالتالي ان احنا مش عايزين نرهق الجمهور بفكر انه النادي الاهلي خلاص خسر البطوله عشان هو هيلعب في المغرب. صحيح. يعني مجلس اداره النادي الاهلي ياخد خطواته وياخد اجراءاته ويحافظ على حقوق النادي، انه ما ينفعش دوري الابطال النهائي دوري الابطال يتلعب في المغرب للموسم الثاني على التوالي، وانا اعتقد انه في بلاد كثيره في افريقيا مش لازم المغرب يتلعب فيها، مع كامل احترامنا طبعا للمغرب، ولكن لماذا نيجيريا وجنوب افريقيا اعتقد ابدوا يعني موافقتهم على مساله هي القصه انه في حتى غموض حتى من تصريحات مدير الاعلام في الكاف انه في غموض بالموضوع، حتى لما سال عن التصويت قال في تصويت حصل رغم انه بيان الكاف قال ما فيش تصويت، قالوا انه الاربع دول اللي قدموا نيجيريا وجنوب افريقيا والسنغال والمغرب تم استبعاد نيجيريا وجنوب افريقيا لاسباب قال لك لم يطبقوا الشروط، رغم انه نيجيريا الكاف وافق انه نيجيريا تستضيف نهائي الكونفدراليه في نفس الوقت، قال تبقى السنغال والمغرب، السنغال انسحبت اعتذرت. طب اعتذر انسحبت ليه وانت قدمت ليه وانسحبت ليه جاي في ايه وسافرت في ايه، فبالتالي ما بقاش قدام الكاف غير المغرب. الكلام اللي طالع من مدير الاعلام انه حصل تصويت، طب ازاي حصل تصويت واصلا السنغال انسحبت وما كانش فيه غير انت صوتت على المغرب وما فيش اصلا غيرها، فبالتالي ان هو في غموض حوالين القصه، ده اللي خلى اداره النادي الاهلي ان هي والاتحاد الكره المصري يطلع بيانات ويبعت خطابات للكاف وبعد الكاف الفيفا ويتم التهديد بالشكوى المحكمه الرياضيه الدوليه في القصه، انه لا يا جماعه ده ماتش نهائي فبالتالي خلاص هو ماتش واحد، فبالتالي تختار بلد محدد تختار في تلعب بلعب ملعب محايد يتم لعب المباراه، لما تعمل تبص في افريقيا في اوروبا ما فيش حد بيعترض ليه، لانك انت من بدايه السيزون بتحدد انا هلعب النهائي زي مثلا النهائي الموسم الحالي في باريس، انا هلعب النهائي في باريس، فبالتالي انه ليفربول وريال مدريد هيروحوا يلعبوا في باريس، لو باريس سان جيرمان كمل في البطوله محدد مسبقا مفيش حد هيعترض لانك انت حددت الملعب من قبل ما البطوله تبدا، انت جاي تحدد بعد ما الاربع فرق تحددوا، وكانت كمان تحدد بشكل كبير، الوداد كان فاز على بترو اتلتيكو في الذهاب 3-1 والاهلي فاز على وفاق الصيف في الذهاب 4-0، فبالتالي كانت الرؤيه وضحت انه اللي رايحين للنهائي هو النادي الاهلي والوداد، كان لازم تبعد نفسك عن حتى لو مفيش حاجه كان لازم تبعد نفسك عن الشبهات انت كاتحاد افريقي وتختار بلد محايد او ملعب محايد للاحتضان المباراه، او ترجع بقى للنظام القديم نلعب ماتش ذهاب وعوده واللي يكسب يلعب في الاخر كوره، الاهلي كسب المغرب بيقول الاهلي مبروك، الوداد كسب بنقول الوداد مبروك، هي كوره في النهايه، ولكن انك انت كاتحاد افريقي يبقى كل هذا الغموض بيحوط بيك في ملعب المباراه دون تبريرات، حتى انت بتطلع بيان وخلاص، تصريحاتك حتى تصريحات مسؤوليك مختلفه عن البيان اللي انت بتطلعه، هو ده اللي عامل مشكله. لكن خلينا نتفق انه النادي الاهلي قادر ان هو يعدي هذه المباراه وقادر انه يحصد اللقب الثالث على التوالي، هو ده النادي الاهلي، يعني متعود انه بيلعب تحت ضغط ايا كان نوع الضغط ايه. النادي الاهلي انت بتتكلم في 3 سنين النادي الاهلي بيجيب البطوله بره، يعني خد السنه قبل فاتت من الزمالك في القاهره، السنه اللي فاتت بتتكلم خدها من كازر شيفز بره، فبالتالي انت حتى الوداد ذات نفسه انت السنه اللي فاتت كسبان الوداد ذهاب وعوده في نصف النهائي كنادي اهلي يعني، فبالتالي النادي الاهلي عنده المقدره ان هو يكسب البطوله في المغرب او خارج المغرب، هو النادي الاهلي ما بيتكلمش في اطار ان اقدر اكسب الوداد في المغرب ولا لا، بتكلم في اطار اديني حقي اللي هو انا واخد حقي بلعب في جو يحيط به العداله واللي يكسب يكسب، انا كسبت كنادي اهلي الوداد كسب يكسب، ولكن حته انه تحس انه في تربص بالنادي الاهلي او انه في توجه انه لازم البطوله تروح الوداد، هو ده اللي عامل مشكله للنادي الاهلي، خصوصا ان الرؤيه مش واضحه تماما، ولكن فنيا لا انه كل الارقام تشير انه النادي الاهلي فنيا اتقل من الوداد، لعيبه النادي الاهلي متمرسه في افريقيا اكتر من الوداد، الوداد عنده بعض المشاكل الفنيه، احنا حتى شفنا مباراه العوده بين الوداد وبترو اتلتيكو، بترو اتلتيكو كان قادر ان هو يكسب الوداد باكثر من هدف، عمل الماتش كبير جدا على الوداد، عنده مشاكل فنيه كبيره جدا الوداد، النادي الاهلي قادر على ده، ولكن النادي الاهلي حاليا في الفتره دي انا عشان كده قلت لك في الاول انه النادي الاهلي مقسم الموضوع جزئين، ان هو مش مركز فنيا في المباراه دلوقتي، هو مركز في الشغل الاجراءات يوصل ان شاء الله يعني لمرحله النادي الاهلي يقدر باذن الله الرسمي الماتش خلاص في المغرب، فبالتالي بيخش على الجزء الثاني اللي هو الجزء الفني اللي اللعيبه تبدا تركز فنيا.